بالإضافة إلى عجائب قديمة فهناك في هذه البلد، كذلك عجائب حديثة بما في ذلك إنجازات في الهندسة. ففي مصر كانت مركزاً مزدهراً و لآلاف السنوات، فعجائب جيزة ولوكسور وإكسندرية هي أمثلة تاريخية لهذه التركة التاريخية. ففي كل بقاع العالم الناس يحلمون أن يدخلون إلى غرف البتراء في الأردن. العراق كان مهد الحضارة وهو أرض من جمال طبيعي كبير، والإمارات العربية المتحدة كذلك حققت مستويات عالية في بالزجاج والصلب وحولت الأرض إلى منجزات كبيرة فنية. ومناطق كبرى في العالم هي في تعتبر مركز الطرق التجارية عبر قناة السويس والبحر الأحمر وكذلك مضيق هرمز. فقدرات هذه المنطقة لم تكن تماما يعني أكبر، ف65% من سكانه عمرهم أقل من 30 سنة، فكما هو الحال بالنسبة لكل الشباب الرجال، فهم يسعون إلى مستقبل أفضل ويسعون إلى إطلاق مشاريع كبرى وأماكن لعوائلهم يسمونها بيتهم. ولكن هذه القدرات التي لم تستغل هذا السبب للتفاؤل بعيد بسبب سفك الدماء والإرهاب.